يا أهلا يا أهلا يا أهلا من مدينة جوهور بهارو أو جي بي في أقصى جنوب ماليزيا. دي المدينة الحدودية اللي احنا بنعدي منها من سنغافورة لماليزيا، اسمها جوهور بهارو. دوروا كده عليها على الخريطة هتلاقوها في أقصى جنوب ماليزيا. اللي بيفرقها عن سنغافورة أو اللي بيربطها بسنغافورة هو كوبري صغير، كوبري بتعديه بالظبط بالتاكسي أو بالباص في 55 ثانية. 55 ثانية انت بتعدي حدود دولية من سنغافورة، من دولة سنغافورة لدولة ماليزيا. بتاخد ختم خروج او بتاخد خروج من سنغافورة وبتاخد ختم دخول لماليزيا. البلد هنا زيها زي سنغافورة، انا مش حاسس بفرق كتير، حتى ان اشكال الناس هنا فيهم طبعا اكيد لما ملايو او ماليزيين كتير، وفي نفس الوقت في سنغافوريين كتير بيجوا بيعدوا، لان التعدية سهلة جدا زي ما انا عديت. مجرد اللي هي بتروح يوم واحد، عاوز تجيب لبس، عاوز تغير مكان، وبعدين بترجع تاني سنغافوره. سنغافوره كده بالمناسبه، سنغافوره على بعد 3 او 4 كيلو كده، بس عشان في بنايه فانا مش قادر اوريها لكم، هحاول ان انا اصورها. انا كده كده صورت الدخول او صورت الرحله من سنغافوره لماليزيا، ان شاء الله بس اعمل لها مونتاج واوريها لكم. زي ما قلت لكم الميزه هنا، الناس هنا بتيجي عشان الاكل رخيص، الناس هنا بتيجي عشان اللبس ارخص، فبتيجي هنا تنزل تشتري لبس تغير جو، مع ان انا مش شايف اي تغيير جو هنا في الموضوع. انا بحس ان سنغافوره ستيل ارقى بالنسبه لي، بس سنغافوره بيحبوا يغيروا جو، فبيجوا هنا يقضوا اليوم او يقضوا يومين وبعدين يرجعوا. وفي ناس هنا بتيجي من جوهور عشان بقى تطلع على كوالالمبور وعلى ملكه وتكمل في ماليزيا. اللي بيبقى جاي سياحه غالبا بيعمل كده اهو، بيجي على حلوه قوي سنه كده، في عربية قدامي مرسيدس معمول لها سيزين، اعتقد تبقى فيها عريس وعروسة او حاجة زي كده، في فرح فيها او حاجة كده. الناس بتيجي سياحة، فبتيجي مثلا تقعد في سنغافورة يومين ثلاثة وبعدين تروح مكملة في ماليزيا، وبدل ما تقطع تذكرة طيران غالية او كده تروح معدية جاية جهور، ومن جهور مكملة على كوالالمبور بالباص. من هنا لكوالالمبور حوالي 4 ساعات سواقة، لو انت هي حوالي 400 كيلو، فانا بقول حوالي 4 ساعات لو السرعة 100 كيلو يعني. بس البلد زي ما انتم شايفين زيها زي سنغافورة، ما تحسش بفرق كبير، او انا عن نفسي مش حاسس بفرق كبير. حتى البنايات يمكن العربيات فرق شوية، العربيات في سنغافورة ارقى شوية، هنا العربيات عادية. بس يمكن برضه كمان عشان الجو النهاردة مغيم فمش حاسين بالجمال البلد، مش عارف. بالمناسبة انا عجباني موضوع الدايركتور ده، اللي انا انتوا شايفيني وشايفين في نفس الوقت كمان المنظر قدامي عامل ازاي او اللي انا شايفه. طيب كلفتني قد ايه؟ كلفتني 12 دولار. لو انت هتيجي بالتاكسي من سنغافوره لجهور هي 12 دولار سنغافوري، يعني بنتكلم حوالي 9 دولار امريكي. لو هتيجي بالباص 5 دولار. شفت سهله ازاي؟ تعدي حدود دوليه ما بين دولتين بحوالي 5 دولار او ب 12 دولار. الميزه في التاكسي انك انت لما بتكون راكب تاكسي ما بتنزلش بالتاكسي في الجوازات، بتدي للراجل وانت قاعد في التاكسي الجواز الباسبور بتاعك يعني، بيبصوا عليه ويسالك انت اسمك ايه ويختمه لك، شرحه في ماليزيا. ففي سنغافوره وماليزيا مش محتاج انك تنزل من العربيه. لو راجب باص لازم هتتمشى تروح للجوازات تختم، تركب الباص تنزل في الجوازات الثانيه تتمشى تختم، وبعدين تطلع بره وتاخد مواصلاتك عادي بقى لغايه البيت او لغايه اي حته انت عاوزها. في راجل جنبي عيني شفته مرتين دلوقتي، ماسك خريطه في ايده وعمال ان هو يا عيني بيسأل المكان فين. بس انا بس فيديو سريع في شارع كده في جهور، اللي هو الشارع الاساسي اللي فيه المولات، اللي فيه ست سكوير مول، اللي هو ده ست سكوير مول، مول عادي خالص. برضه انا شايف ان مولات سنغافوره ستايل احسن بالنسبه لي، هي الحاجه اللي زي ما قلت لكم في الاول كده الاسعار ارخص، لا اكثر ولا اقل، الاسعار ارخص مش اكتر. بس غير كده التاكسيات رخيصه هنا قوي. انا لما الراجل نزلني بالتاكسي نزلني في حته بعيده، فعشان اجي سيتي مول هنا دفعت في جراب كام رنجت؟ حوالي 13 رنجت، اللي هو ما كملوش حتى 4 دولار مثلا، اللي هو مستحيل تدفعهم في سنغافوره. سنغافوره اقل حاجه هتدفع 15 دولار او 16 دولار. هنا الدنيا رخيصه، ده اللي اقدر اقول عليه. فتعرفوا ان اصلا في وقت من الاوقات قبل البانديميك كانت الناس بتيجي تعيش هنا في جهور عشان الاسعار رخيصه واسعار السكن رخيصه، وتشتغل في سنغافوره مش اللي هم زي حالاتنا معاهم اي باص، لا اللي معاهم بيرمننت ريزيدنس،
والسنغافوريين بيعملوا هنا بشكل او باخر حاجه زي الاقامه او كده، وياجروا بيوت هنا ويقعدوا كل يوم على الحدود رايح جاي، يروحوا يشتغلوا ويرجعوا اخر الليل هنا، وبالتالي بيوفروا كتير لان اسعار السكن في سنغافوره اعلى بكتير بكتير بمراحل، ب10 اضعاف مثلا، من 7 ل 10 اضعاف اللي كان الناس بتدفعه هنا في السكن. فناس كتير قوي كانت بتسكن هنا وتروح تشتغل في سنغافوره وترجع تاني. مش احنا، مش الاي باسز او مش البرامت باسز او مش معاهم ورك فيزا، اللي كان معاهم اقامه دايمه والسنغافوريين. وفي ماليزيين كتير برضو بيشتغلوا في سنغافوره، بس هم عندهم طبعا هم معاهم جنسيات ماليزيه، فبييجوا هنا بيسكنوا هنا ويروحوا يشتغلوا ويرجعوا ويقبضوا بالدولار السنغافوري ويعيشوا ملوك. فعلا بصراحه فكره رهيبه لو ينفع حد يعملها، بس للاسف صعب انها تتعمل بالنسبه لنا زي حالتنا. ده اللي هو المول اللي بقول لكم عليه، مول كبير، انا كل ده بتمشى جنبه يعني. وفي نفس الوقت كمان انا بوريكم بقى هو ورايا عامل ازاي وقدامي عامل ازاي والناس عامله ازاي. يعني زيها زي سنغافورة. تعالوا بسرعة كده بوريكم المول عامل ازاي من جوه، واخد شوية هوا تكييف واطلع تاني لان الجو حر اوي الصراحة برضه. الله، فرق رهيب. ده مول، سلم عليكم تاني. ده اللي هو بيسموه سيتي سكوير مول، المفروض ان ده من احسن المولات اللي موجودة في جوه جوهارو، سوري جوهور بهارو. كان في ماتش كوره هنا في الحته اللي هي دي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، ما اعرفش هم لسه بيلعبوا ولا لا. كانوا عاملين فرايح الصبح، عاملين فرق ما بين اطفال وبييجوا يلعبوا، وناس بقى بتشجع وناس كانت ماليه فوق والكلام ده وبتاع. خلاص احنا دلوقتي الساعه 5:30 بالليل، ف خلاص لا ماشي، خلاص بقت اطفال صغيره بس. بصوا هو مول هنا زي اي مول في الدنيا، مفيش اختلاف يعني. انا برضه استنى لسه بحس ان مولات سنغافوره كانت احسن. سلم عليكم. بس للاسف طبعا جوه وبره هنا غالبا المفروض يكون معاك ماسك غالبا. هو جوه انا متاكد ان الماسك لازم يكون معمول، لكن بره مش متاكد، بس انا شايف ان الناس كلها بره عامله الماسكات، وبالتالي انا هفضل بالماسك. وزي ما انتم شايفين انا اشكال بقى من كل حته، اشكال سنغافوريه لو هم صينيين، واشكال من الهند، واشكال ملاي اللي هم الماليزيين، والاشكال اللي زي حالاتنا اللي هم بيسموهم اذرز كده اهو. بس مفيش حاجه هنا انترستنج قوي افرجكم عليها يعني. انا ايه، انا قلت مثلا لو مثلا لقيت حاجه واو هدخل اوريها لكم، بس مول زي اي مول. الملاحظ بقى في ايه، حاجه زي كده هم هنا بقالهم، انا شفت الحكايه دي بقالي كام ساعه دلوقتي كذا مول، ان هم قاعدين بيحاولوا يبيعوا الشقق. غالبا السنغافوريين زي ما قلت لكم بيجوا يشتروا كمان هنا. لما بتيجي تشتري هنا مثلا بيكون عندك اقامه او حاجه زي كده او بتاع، انا مش عارف الصراحه، بس هو ممكن يكونوا بيشتروا مثلا فبياخدوا اقامات. ففي كل حته من اول لما طلعت من الكاستم من الاميجريشن يعني، من اللي هو الحدود او من اللي هم بتوع الحدود الماليزيه وبتوع العقارات، مليين وعمالين بيدوك فورة ويقول لك طب تعالى بص، تعالى اسمع، طب مش عارف ايه، وحاطين ستاندز وبيحاولوا اللي هم هنا يبيعوا لك الايه العقارات. تعالوا اوريكم الاميجريشن كويس، طلعت من الناحيه الثانيه عشان اوريكم قد ايه احنا قريبين من سنغافوره. المبنى اللي قدام اللي انتم شايفينه ده، هنا الناس مستنيه جراب، هو ده الاميجريشن، هو ده مبنى الاميجريشن، او هو ده اللي بيسموه النقطه الحدوديه ما بيننا وما بين سنغافوره ده، بما ان في ماليزيا. وبصوا كده هو، لو شايفين هتلاقوا ان في كوبري هنا. اوريكم حاجه حلوه كمان هتعجبكم بس بعد ما اخلص دي. شايفين الكوبري ده، هو ده الكوبري اللي وصل بسنغافوره. شايفين العمارات اللي قدامي دي اللي انا بشاور عليها دي، دي اخر عمارات في ماليزيا، بعد كده الكوبري، بعد كده سنغافوره. احنا بنتكلم في حوالي 3 4 كيلو بكتيره من هنا، لا اكثر ولا اقل. وده الاميجريشن، هو ده الكاستم. هنا بتروح تختم جوازك من ماليزيا هنا في ختم الدخول او خروج الماليزي، وبعدين تعدي بتاخد باص، الباص بيفضل ماشي ويطلع الكوبري ده. هو كوبري زي كوبري فعلا الجامعه، قد كوبري الجامعه يمكن اقل منه شويه، بتلاقي نفسك في سنغافوره. دي اخر عمارات، بعد كده سنغافوره. يمكن من فوق تكون باينه، بس انا مش عارف اطلع فوق ازاي يعني. ففي ناس كتيره قوي، وده اللي هحاول اوريه لكم دلوقتي، بتعمل حاجه ظريفه جدا الماليزيين. استنى كده خليني اعدي، هحاول اطلع فوق واوريكم حاجه انا شفتها النهارده، بس ما اعرفش هتكون
اطلع منين بقى؟ هادي السؤال. في حاجه ظريفه قوي ان الملازين بيعملوها، ممكن اقولكوا على ما نوصل واوريكوا عليها. الملازين بيركنوا عربياتهم وبيركنوا الموتوسيكلات بتاعتهم هنا ويروحوا سنغافوره يشتغلوا او يتفسحوا او الكلام ده ويرجعوا تاني. فمنظر الركنه، خلينا نروح الحته الصغيره دي بسرعه. فمنظر الركنه تحفه اصلا، تعالوا اتفرجوا عليها. لو عايز اعرف اوريها لكم من هنا. معلش طولت عليكم في الفيديو ده، انا عارف الفيديو ده المفروض كان يكون صغير جدا لان انا بتكلم على جهور، المفروض ما ياخدش وقت كبير قوي، بس مش وحش قوي عشان اللي بيفكر مثلا يجي يتفسح في ماليزيا وهيروح جهور ومش هيروح يعدي في سنغافوره يفهم الدنيا هنا ماشيه ازاي. احنا كده طالعين طبعا على الدور الثاني، انا عايز اوريكم من فوق بتبقى عامله ازاي. اعتقد ان في فتحه بتودي من المول هنا على هناك، بس في نفس الوقت كمان في منظر اللي بتشوفوا فيه كميه الموتوسيكلات الرهيبه اللي واقفه. واحده معاها شنطه يا اما جايه يا اما مسافره. ما هي دي بقى من مميزات سنغافوره، نتكلم شويه على ما اوصل الحته اللي انا عاوزها. دي من مميزات سنغافوره ان هي مربوطه باسيا جامد قوي. زي ما انت شايف اهو، انا دلوقتي في ماليزيا، انا دلوقتي ممكن اخد الباص لو انا عاوز، لو انا عندي اجازه يومين ثلاثه كمان في موعد انا طبعا، اروح كوالالمبور اتفسح شويه وارجع تاني. واخدين بالكم سهله ازاي؟ زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهاتي، هي كمان كونكتد ويل كونكتد برضه بمين؟ باسمه ده؟ باندونيسيا. نفس الحكايه بقى. كانت هنا ولا هنا؟ اعتقد ان الرابطه هتكون من هنا. هما بيقولوا من ذا سايد يبقى ذا سايد. هما نفسهم كمان عاوزين يوصلوا لايه؟ لكده. خليني امشي وراهم، هما دول غالبا راجعين سنغافوره دلوقتي. المفروض الفيديو كان يبقى اقل من كده شويه. معلش الطلعه كده. تعالى اوريكم بقى، خلاص انا عرفت هيبقى كده اهو. ده كان ماتش الكوره اللي شغال النهارده في المول. كانوا عاملين فضايح الصراحه، صوت عاليه جدا 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 جدا. بيحاولوا يبسطوا العيال. انا اعتقد ان الفتحه هنا في الدور الثالث لو انا مش غلطان. الناس تلاقي هنا المول ده مكنكت او يعني واصل بالكاستم او الاميجريشن، واصل بالنقطه البريه بالحدود. عشان كده هتلاقي كتير قوي ناس جايه مع شنط رايحه جايه. اكيد المنظر ده مش هتشوفه في اي بلد، يمكن غير هنا مثلا، يمكن فيري فيو كانتريز فيها الكلام ده. دول لسه جايين، دول رايحين، وانا شويه كده كمان كام ساعه هرجع تاني. طبعا في البانديميك كانت الدنيا كلها مقفوله، فما البانديميك فتحت او بعد البانديميك اما الدنيا فتحت خلاص بقى. عاوز اوريكم بقى واحده كمان جايه معاها شنطه اهي، وهكذا. لا انا ماشي صح غالبا، انا ماشي صح. انا فاكر ان انا كنت جيت من هنا. يا رب تكونوا سامعيني كويس عشان انا مش عارف، انا ما فرطتش، ما جبتش معايا المايك، بتكلم عادي. المشكلة انا بفولو الناس دي. ايوه هو ده، خلاص لا انا صح كده. بصوا شوفوا كل ده، انا ماشي كل ده عشان اوريكم منظر واحد بس. تعالى اوريها لكم من هنا لو ينفع. لا مش هيبان من هنا، انا كنت فاكره هيبان من تحت. تعالى افرجكم عليه من تحت من وانا داخل الاميجريشن نفسها. عايز اشيل دي خلاص، مش قادر الصراحه، شويه هوا نفس بس مش مشكله. بصوا كل ده بس عشان اوريكم منظر كمية الموتوسيكلات اللي راكنة عاملة ازاي. بصوا انا مش كل المشهد ده عشان اتفرجتوا بس على المشهد ده. بصوا عامل ازاي كمية الموتوسيكلات اللي واقفة. سوري انا مش كمان طبعا عشان انا بعمل الكاميرا. كمية الموتوسيكلات اللي واقفة رهيبة رهيبة، والتاكسيات دي كلها مستنية السنغافوريين او الناس اللي جاية من سنغافورة عشان ياخدوهم معاهم بعد ما يطلعوا. اللي قدامي ده مش عارف طبعا اتكلم فيه بالكاميرا، ممكن يقول لي لا، بس هو ده الكاستم او ده هو الاميجريشن. بيقول لك واحد بيقول لي سنغافور سنغافور، لا مش دلوقتي لسه، هو عشان بياخد تاكسي من تاكسي تحت يوديك سنغافوره، بس بياخد فلوس اكتر بقى.
ده اللي هو اللينك ما بين ده وده، يعني مجرد انت قاعد هنا اهو وتروح جوه، ممكن قاعد جوه وارجع تاني. بس بعدنا اللي انا شايفه اللي انت شايفينه ده اللي هو البريدج ما بين المول وما بين الكاستم، تكمل شويه بقى وتلاقي عندك الايه اللي هم الكتم، كتم الخروج او الجوازات او ضباط الجوازات هيكتبوا لك وخلاص. وبعدين تضطر ساعتها بقى تاخد باص من تحت يعديك الناحيه الثانيه اللي هو كده اهو، يعديك كده يوديك سنغافوره. انا هوقف كده، وبعدين انا كنت سجلت كمان الدخول، وان شاء الله وانا خارج بس لسه مش شويه مش دلوقتي هوريكم الخروج عامل ازاي، لان انا هخرج من هنا ان شاء الله. هاجي هنا اختم الباسبور وبعدين هروح سنغافوره وارجع البيت ان شاء الله. بصوا منظر الموتوسيكلات، بصراحه انا عمري ما شفت منظر بالطريقه دي، شكله حلو. ها بس انا هقفل الفيديو على كده لانه طول كتير وانا ما كنتش عايز اطول فيه كتير قوي. سر بقى اوريكم الايه الخروج هيبقى عامل ازاي. شكرا لكم، السلام عليكم.